بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة معنا هنا في الجهاز البولي يورينري سيستم. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الكدني. معكم الدكتور فوزي محمود أبو جلالة، مدرس علم التشريح والأجنة بكلية الطب الأزهر ودمياط، دكتوراه علم التشريح والأجنة بكلية الطب جامعة المنصورة. الجهاز البولي عندنا هنا، طبعا الجهاز البولي بيشمل أعضاء عدة. عندنا أول حاجة في الجهاز البولي وأهم عضو طبعا هو الكيدنز، رايت أند ليفت كيدني، رايت أند ليفت كيدنز، واحدة في اليمين واحدة في الشمال. ده المين اكسكريتوري أورجانز أو العضو الرئيسي في الاكسكريشن أو في الإخراج. طبعا في أعضاء تانية بتساعده زي السكين، العرق، لكن بنسبة أقل، وبعض الأشياء الأخرى، إنما هو العضو الرئيسي هنا في الاكسكريشن أو في التخلص من الويست برودكتس أو السموم وعمل اتزان للسوائل و هو الكيدنز، رايت اند ليفت كيدني. كل كيدني بيطلع منها تو يوريتر، حالب يمين وحالب شمال، والحالب هينقل البول اللي هيتكون في الكيدني وينقله ويجمعه في البلادر، يورينري بلادر، المثانة البولية، تجمع البول. وبعد كده عندما البول خلاص تتخزن هنا وتجمع هنا، يبدأ يخرج مع عملية التبول أو الميتيوريشن من خلال اليوثرا، قناة مجرى البول، لخارج الجسم. وده باختصار شكل الجهاز البولي في الإنسان. طبعا احنا قبل ما نبدأ الجهاز الكيدني ونشرحها بالتفصيل، بنشوف الأول مكانها فين. احنا بناخد خطين في البطن، خطين بالعرض فيرتيكال يمين وشمال، رايت اند ليفت. بيبدأ الخط من فوق في الميد كلافيكولر وينتهي في الميد انجوانال، والخط وخطين بالعرض. خط بيعدي بسميه سبكوستال بلين، ياخد آخر حافة من الضلوع، من الضلع العاشر، والخط الثاني او ترانزيت شيبريكولار بلين بيعدي بين التشيبريكال كريست، بيعدي بين التشيبريكال اوف ذا كريست. كده عندي خطين بالطول وخطين بالعرض، هينقل هي كده هيقسم البطن اللي هي 9 زون، 9 مناطق. المنطقه اللي فوق من اليمين رايت هايبوكوندريام، اقصى الشمال ليفت هايبوكوندريام، وما بينهما الايبيجاستريك اللي هي فوق السره. بعد كده تحت منطقه السره الامبلايكال، يمين ليها رايت لامبر ويسار ليها ليفت لامبر. المنطقتين الثلاث مناطق الاخاره اللي في النص، العانه اللي هي تحت السره بتسمى هيبوجاستريك، وجنبها في اليمين رايت اليك فوسه، وفي الشمال ليفت اليك فوسه. طيب الكليه مكانها فين هنا؟ الكليه موجوده في اللامبر ريجون، المنطقه القطنيه في اليمين والمنطقه القطنيه في الشمال. وطبعا هنا المثانه البوليه موجوده فين؟ موجوده في ريجون او اسمها هيبوجاستريك ريجون، اللي هي المنطقه اللي تحت السره او منطقه العانه اللي فوق العين على طول، اسمها هيبوجاستريك او بسميها سوبرا بيوبيك ريجون، دي موجود فيها اليورينري بلادر. كده عرفنا اماكن الجهاز البولي في داخل تجويف البطن. هنا الكيدني في البطن، والبلادر بتبقى عباره عن بيلفيك اورجانز بعد البلوغ. طيب اذا الكيدني مكانها فين؟ الكيدني اولا وصفها هي عضو ريتروبريتونيال، يعني وراء الغشاء البريتوني، موجوده في البوستيريور ابدومينال وول، يعني مدفوسه جوه خالص جوه جدار البطن الداخلي، على امتداد جانب فعلى جانبي عمود الفقري، بتمتد من الفقره الصدريه رقم 12 تي 12 وبتنتهي عند الفقره القطنيه رقم 3، يعني بين تي 12 تو لامبر 3. طيب هنا سؤال، هل هما الاثنين على نفس المستوى؟ لا، الرايت كيدني بتبقى نازله تحت شويه عن الليفت كيدني، والسبب هنا ان الكبد الليفر ضاغط على الرايت كيدني ومنزله تحت شويه حوالي نص انش فقط، يعني سنتي وربع تقريبا اقل من اوطى شويه من الايه، من الليفت وان. هل ده بيأثر معاها كفانكشن؟ لا، هي بس كتشريحيا بس كده. طيب الحاجه كمان هنا، الكيدني لها حريه حركه مع الديب انسبيريشن او فول انسبيريشن، مع تنفس الحجاب الحاجز بيضغط عليها شويه وبينزلها تقريبا حوالي 2 سم مع الفول انسبيريشن. كمان هنا الكيدني بتبقى وزنها 150 جرام في الغالب، تقريبا 150 جرام في البالغين. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لبعض وصف الايه، وصف الكلى. طيب يبقى الكيدني بتمتد من تي 12 تو لامبر 3، دي ارقام مهمه جدا. والهايلم هنا اللي هو التجويف اللي في النص ده جوه في الميديال بوردر هنا اللي جوه تجوه جوه في الكيدني في النص بالتحديد، بيسموه الهايلم، اللي هو مكان خروج ودخول الاشياء للكلى، الحفره دي يعني، عند مستوى لامبر 1. دي كلها ارقام مهمه. يبقى الهايلم لامبر 1، والابر بوردر هنا عند تي 12، واللور بورد عندي لامبر 3. شكل الكيدني، الكلى شكلها بيبقى بين شيبد، عامله زي هو الفاصوليا،
اللونج اكسس بتاعها طبعا ما هيش نازله فيرتيكالي، يعني ما هيش نازله كده مستقيمه، لا ده اللونج اكسس بيبقى ميلان شويه، بمعنى ان الجزء اللي فوق ده اللي هو الابر اند محذوف شويه جوه بخلاف اللور اند، يعني مزقوقه شويه من فوق عن الجزء الايه السفلي، فاللونج اكسس بيبقى اوبليك يعني جاي بانحناء كده او بايه او بزاويه. طيب الكيدني السايز بتاعها او الحجم بتاعها قد ايه؟ باختصار شيء جدا 12 سم في 6 في 3، يعني طولها 12 عرضها 6 وسمكها 3 سم، او بالانش يبقى 4 في 2 في 1. الابر بول قلنا لها كام؟ لها ابر بول ولها لور بول. الابر بول بيكون بيبقى يعني لحد ما برود اوسع شويه، واللور بول بيكون يعني بوينتد او مركز شويه او يعني مدبب شويه. طيب البوردر هنا عندنا الميديال بوردر واللاترال بوردر، هتلاقي اللاترال بوردر كونفكس كله كونفكس، انما الميديال بوردر هتلاقي الجزء اللي في علوي والسفلي كونفكس، واللي في النص ده هتلاقي حفره موجوده كونكيف، دي اللي احنا بنسميها الهايلم، اللي هي مكان دخول وخروج الايه الاوعيه الدمويه او خروج الايه الحالب من الكلى. طيب وقلنا الكدني وزنها كام؟ وزنها تقريبا 150 جرام في البالغين، ده الوزن الطبيعي بتاع الكلى، ده اللونج اكس. طيب اللي قلنا الهايلم، الهايلم تعرفه هو الجزء اللي هو الحفره الموجوده او الفيرتيكال سليت الموجوده في في النص في ناحيه في الميدل بوردر. الحفره دي يعني ما عند النمبر 1، والحفره دي اهميتها ان هي داخل فيها شرايين وطلع منها اورده وطلع منها الحالبه. ترتيب الاشياء اللي هنا اللي موجوده في الهايلم مهم جدا جدا، الفين والاطري والرينال بلفز او حوض الكلى، ترتيبهم فاب، كلمة فاب من قدام لورا، يعني أول حاجة قدام هي الرينال فين، يليها في الترتيب في النص الرينال أرتري، آخر حاجة خالص الرينال بلفز اللي هو حوض الكلية اللي هو بداية أو الجزء الإكسباندد أو الجزء المنفوخ، أول جزء منفوخ في الحالب وبعد كده بيكمل إيه الحالب تحت. ده ترتيب مهم جدا، ترتيب الأشياء اللي موجودة في الهايلم أوف ذا كيدني. طيب طبعا ده بقى هنسيبها بس للهيستولوجي اللي هو الانترنال ستراكشر، يعني لما ناخد الكيدني كده ونقسمها كده ناخدها فيرتيكال او ناخدها فيرتيكال سيكشن فيها من فوق لتحت كده، ونبدا ونشوف اجزائها الداخليه، بنلاقي لها كورتكس قشره خارجيه اللي هي القشره اللي بره خالص كورتكس، وده حوالي 1 سم تقريبا، يليها الجزء اللي هو مثلثات ده بنسميه مظله او اللي هو اللوب الداخلي ده، مثلثات موجوده حوالي من 5 ل 11 بيراميدز، تمام في اهرامات موجوده اهي، كل بيراميدز هنا له هرم بيبقى له قاعده، والقمه بتفتح على طول بحاجه اسمها بتفتح في الرينال بابيلي، تبدا اسمها الرينال بابيلي، بتفتح في حاجه اسمها كاليسيز او تجمعات بقى التجمعات الداخليه، بتبدا بميجور، كل مجموعه ميجور تعمل ماينور، كل مجموعه ماينور تعمل ميجور، والميجور تكون الرينال بلفيس ومنها تطلع ايه يطلع بقى كده حالب من بره. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للشكل الداخلي للكدني، وده في الاكثر بيبقى يتبع للهيستولوجي. اللي يهمنا هناك في التشريح الكلى ايه اللي قدامها وايه اللي وراها، الريليشنز اوف ذا كيدني. الكيدني هنبص على كام وراها، نلاقي الكيدني هنا محميه ب في اليمين، الكلى اللي هي في الجهه اليمين بتكون محميه ب طلع واحد فقط، والكليه اللي موجوده في الشمال بتكون محميه، دي اليمين، اليمين ما هتلاقي بس واخده الضلع 12 بس، انما الكلى اللي موجوده في الجهه اليسار بتبقى واخده الضلع 12 واخده السبيس، يعني واخده السبيس ما بين ال 11 وال 12. طب ليه؟ السبب قلنا ان الكليه اليمين نازله تحت شويه نتيجه ان الليفر الكبير ضغط عليها ومنزلها حوالي نص انش. طيب نشوف هنا واضحه، هنا اوصل الصوره اوضحه هنا، طبعا دي الكلى اليمين ودي الكلى الشمال. الكليه اليمين متغطيه بضلع واحد بس هوني اللي هو رقم 12، والكليه الشمال متغطيه بالضلع 12 واخده سبيس او واخده الضلع 11 والايه وال 12 وما بينهما. طيب تعال نشوف هنا البوستيريور ريليشن الاول، الكليه نايمه عليه، ايه اللي وراها؟ اللي وراها الكليه في الكليتين تقريبا ثابت، اللي هو هنلاقي عندنا من فوق الحجاب الحاجز اللي هو الديافرام، وتحت ثلاث عضلات بالترتيب، اول عضله من جوه اسمها سواس ميجور، يليها كوادريس لامبورم، يليها ترانسفيرس ابدومينس او الابنيوروسيس اوف ذا ترانسفيرس ابدومينس، دول ثلاث عضلات اللي هي نايمه وراهم الايه الكليه. وراهم وبينهم في بين الكليه والعضله اللي في النص دي بالتحديد اللي هي الكوادريس لامبورم، عندنا اعصاب مهمه جدا واوعيه، سبكوستال نيرف وفيزلز واليو هايبوجاستريك نيرف واليو انجوان نيرف. الكليه هناخدها دي من عشان نبص عليها برضه من ورا ونشوف، هنلاقي البوستيريور ليشن عباره عن من فوق خالص هنلاقي الحجاب الحاجز الديافرام، الحجاب الحاجز مغطي المكان اللي فوق خالص، ده كله الحجاب الحاجز اهو،
وتحت بقى متقسمه لثلاث عضلات من جوه لبره، هنلاقي السواس ميجور يليها كوادريس لامبورم واللاترالي موست لاترالي اللي هي عضله اسمها الابينيروسيس اوف ذا ترانسفيرس ابدومينس مسل. تمام، طبعا دي الضلوع معلمه هنا في الكليه الشمال هي الضلعين، وفي الكليه اليمين قلنا الضلع واحد بس الايه اللي معلم فيها لان هي نازله تحت شويه حوالي نص انش. طيب هذه الاوعيه الدمويه اللي قلنا اللي بينها وبين بين الكليه وبين العضلات السبكوستال فيزيلز وسبكوستال نيرف اليو هايبوجاستيك نيرف اليو انجوينال نيرف. هنشوف بقى الانتيريور ريليشنز يختلف. يعني قلنا خلاص البوستيريور ثابته مع في الاثنين فلات والليفت، انما في اكيد في الانتيريور ريليشن هتلاقي فيه حاجات قدام قدام اليمين غير الحاجات اللي قدام الشمال الكليه الشمال. طبعا هنا دي صوره بس نوضح فيها الاجزاء الاعضاء احشاء البطن اهي، واضح ان هنا الكليه اليمين واضحه معانا اهي، وفوقها غده اسمها السوبرارينال جلاند ومتغطيه بغشاء بيروتوني، والاثنى عشر الديودينم مغطيه او واخده جزء من الايه من الميديال بوردر بتاعتها، مغطيه الميديال بوردر والهايلم. في الجهه الشمال هنا هتلاقي الكليه هنا برضه متغطي فوقها فوق هنا السوبرارينال جلاند فوقها على الابر بول، ومتغطيه برضه بغشاء جزء من غشاء بيروتوني بيفصلها عن البنكرياس والطحال السبلين والاستومك. طبعا ايه الاستومك مغطيه كل ده. طيب نشوف هنا طبعا الاستومك مغطيه او من ضمن الحاجات او هنا الاستومك والسبلين الاثنين مع بعض لهم انتيرو ريليشن مع الليفت كيدني، انتيرو ريليشن مع الليفت كيدني. طيب تعال نشوف هنا الانتيرو ريليشنز بالنسبه للرايت وان. احنا هنا الرايت وان هنا او الرايت كيدني هنا اهي، هنشوف ايه اللي مغطيها، مغطيها من فوق لتحت، هنلاقي مغطيها طبعا الغده اللي فوق دي اللي مركبه عليها من فوق اللي هي السوبرا رينال جلاند اللي هي الرايت سوبرا رينال جلاند. اوكي، يليها هنا في الترتيب الليفر الكبد، والليفر قلنا الليفر مفصول عن الكدني بغشاء بجزء من غشاء البروتون. طيب والسكند بارت اوف ذا ديودينم، يبقى هنا ان شاء الله هنقول الانتيرو ريليشن للرايت كدني. الرايت كدني هنا احنا شلنا الليفر، يعني واضح ان هي متغطيه بالليفر، يبقى الليفر مغطيها، وهنا السكند بارت اوف ذا ديودينم موجوده واضح خالص هوني، والترانسفيرس كولوم والجيجونم، وفوق خالص طبعا السوبرا رينال جلاند. نشوف كده شكل هنا اوضح شويه، او هنا هنشوف هنا طبعا متغطيه من فوق خالص الرايت سوبرارينال جلاند، ويليها الجزء هنا الميديال بوردر متغطي او الهايلا متغطي بالديودينم، وعندنا الليفر واخد مساحه كبيره خالص ورا على طول جاست بيهايند ذا ديودينال امبريشن، وبعد كده عندنا الرايت كوليك فليكشر، واخر جزء خالص ناحيه اللور بول اللي هو خاص بالجيجونم، وفي هنا الاسيندنج برانش اوف ذا رايت كوليك ارتري. طيب ده بالنسبه للايه، بالنسبه للرايت كيدني. الليفت كيدني هل في اختلاف؟ طبعا هنشوف اكيد في اختلاف بالنسبه للانتيرو ريليشن اوف ذا ليفت كيدني. الليفت كيدني واضح هنا ان احنا شيلنا هنا مين، ده طبعا البنكرياس اهواني، واضح البنكرياس معانا، والاستومك رفعناه عشان نبين الكيدني، لان يعني الكيدني ورا الاستومك من ضمن حاجات الاستراكشر اللي نسميها استومك بيد، والطحال واضح معانا هون السبلين مغطي برضه، يبقى السبلين والسوبرا رينال جلاند فوق خالص، يبقى فوق خالص السوبرا رينال جلاند، والجزء ده اللي كان متغطي بالاستومك، والهايلم بتاعها متغطي هنا بالبنكرياس، والجزء الخارجي خالص اللي هو ناحيه اللاتر بورد متغطي بالسبلين، واخده برضه معانا جزء من الترانسفيرس كولوم والجينوم اوف الجينوم اوف ذا سمول انتستين. نشوف هنا الكلام ده هنا ثاني، ليفت السوبرين جلاند فوق خالص والسبلين على اللاتر بوردر والاستومك والبنكرياس زي ما احنا شايفين كده، البنكرياس وده جزء اللي خاص بالترانسفيرس كولون السن كولون، وعندنا اللي هو الجزء اللي خاص بالجيجونم الجيجونم والسن كولون. طبعا دي كلها بقى شرايين بقى، يعني الطحال هو داخل، البنكرياس هو داخل، فوق منه الشرايين اللي بتغذيه او اللي طلع منه السبينيك ارتري او سبينيك فين. تمام، طيب ده بالنسبه للانتيرو ريليشن اوف ذا ليفت كيدني. دي تجميع بقى كل الانتيرو ريليشن، رايت كيدني، رايت سوبرارينال جلاند، رايت لوب اوف ذا ليفر، سكند بارت اوف ذا ديودينم، وهيباتيك او رايت كوليك فليكشر والجيجونم. هنا بينبهني ان الليفر والجيجونم مفصولين عن الرايت كيدني بجزء من غشاء البريتوني باي بريتونيوم. في ليفت سايد هنلاقي ليفت سوبرارينال جلاند، السبلين، الاستومك، البنكرياس، سبينيك فيزلز، ليفت كوليك فليكشر والجيجونم. وبرضه هنا بينبهني يقول ان الاستومك والسبلين والجيجونم دول مفصولين عن الكيدني برضه بجزء من غشاء البريتوني بريتونيوم. طيب
ازاي احدد السيرفيس اناتومي، ازاي احدد الكدني من بره، احدد مكانها بالتحديد اللي هي السيرفيس اناتومي بتاعها او المساحه السطحيه بتاعتها من بره ازاي. باخد اول احنا اتفقنا ان في هنا عند خط اسمه ترانس بايوريك بلين، الخط ده اللي هو بيقطع اللمبر 1 ترانس بايوريك بلين. طيب الهايلم اوف ذا رايت كيدني عباره عن 5 سم، هنا 5 سم بالتحديد من خط النص جاست بلو ذا ترانس بايوريك بلين. ده اول حاجه حددت الهايلم اوف ذا كيدني. الهايلم قلنا الجزء اللي هو التجويف اللي هو في الميدل بوردر ده. طيب تعال نشوف الهايلم في الجهه اليسار نفس الكلام، هناخد بقى هنا نقطه برضه في النقطه اللي هيكون الى حد ما هي لحد ما فوق، يعني فوق شويه الترانس بايوريك بلين على بعد 5 سم من خط النص. كده حددت التو هايلم في الرايت والليفت. نكمل هنا الابر بول في الرايت كيدني بحددها ازاي، بتبقى عباره عن 2 انش يعني حوالي 5 سم كده فوق الهايلم، فوق الهايلم تمام. يبقى دي يعني عباره عن ايه، عباره عن 2 انش ابوف ذا هايلم، 2 سم ونص على بعد الميدل لاين. طب بالنسبه للابر بول اوف ذا ليفت كيدني هيبقى في نفس الكلام، هيبقى برضه 2 انش من الهايلم اللي يعني حددته هوني، حددت مكانه على بعد 2 سم ونص برضه من الايه، من خط النص. لسه عندنا اخر بقى نقطتين الجاري والجاري عشان نكمل كده كده. اللور بول هنا عباره عن 2 انش بلو ذا هايلم على بعد 7 سم ونص من خط النص بالتحديد، اللي هو ما بين الحته اللي ما بين اللي هو الديسك بتوين لمبر 3 اند لمبر 4، لمبر 3 اند لمبر 4 او على بعد 4 سم فوق الإليكريست. ونفس الكلام في الجهه المقابله بنفس الارقام تقريبا، 2 انش كلوز هايلم 7 سم ونص من الديسك بتوين ذا لمبر 3 اند لمبر 4، بس دي حوالي دي اعلى شويه لان تكون حوالي 5 سم ابوف ذا إليكريست. وقلنا ليه دي اعلى، لان قلنا الكبني هنا في الجهه اليمين مضغوطه تحت شويه بسبب الايه الكبد. كده احنا حددنا السيرفيس اناتومي اوف ذا رايت اند ليفت كيدني. طب من ورا ممكن اسهل، من ورا بيسموها موريس ترانج. موريس ده عمل ايه بقى، اخذ خطين، خط فوق كده بيقطع تي 11 وخط تحت بيقطع لمبر 3، خطين عند السباين بتاع تي 11 والخط الثاني عند السباين بتاع اللمبر 3. ده اول خطين بالعرض وخطين بالطول. الخط الاولاني على بعد 2 سم ونص من خط النص، والخط الثاني على بعد 7 سم ونص من خط النص، وعمل كده تراينجل او عمل مربع كده سماه موريس تراينجل. الموريس ده اللي جواه ايه الكيدني، وبينبهني ان الهايلم على بعد 5 سم من خط النص زي ما قلنا. ده بالنسبه لمين، بالنسبه للموريس تراينجل، ازاي اعرف الكيدني او اعمل سيرفيس اناتومي للكيدني من ورا. طيب بعد كده عندي الكيدني ايه اللي مثبتها في مكانها، محاطه بعده اغشيه مهمه جدا جدا. طبعا هنا هناخد ترتيب الاغشيه كده، اول حاجه بتلتصق بالكيدني مباشر اللي هي رينال كبسول، الكبسول اللي بيغطيها على طول وماسك فيها، يعني دي بيسموه ترو كبسول. يليها دهون قدامها اسمها بري رينال فات، دهون كميه من الدهون بنسميها بري رينال فات. يليها الرينال فاشيا اللي هي بتقسم لانتيرو وبستيرو، دي الرينال فاشيا، الرينال فاشيا اهي بتقسم لانتيرو وبستيرو لاير. وبعد كده الجزء الاخير اللي هو البارا رينال او بارا نفريك فات، والبارا نفريك فات ده بيبقى يعني وكانه محشور كده، عباره عن كميه دهون محشوره بين الكلى والعمود الفقري، والحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي بتثبت الكليه في مكانها، دي كل اللايرز اللي بتثبت الكليه. طبعا هو بيقول هنا الكفرنج سبيشالي البري نفريك فات هي اهم واحده فيهم في تثبيت الكليه، البري نفريك فات. طيب طبعا لها اسماء ثانيه، يعني ده بيسموها بقى زوكر كاندل فاشيا اللي هو البوستيرو لاير، ودي امور سيكنس، والانشيور دي يعني لها اسم ثاني خالص بيسموه الفاشيا اوف تولدت، ما يهمكش الاسماء دي. طيب البلاد سبلاي اللي بذاكرني، الكليه بتتغذى ازاي؟ بتتغذى بشريان طلع لها من الاورطه من يمين وشمال. من اليمين بيطلع رايت رينال اتري، وركز معاها هتلاقي الرايت كبير اطول من الليفت. السبب ان هتلاقي الاورطه يعني مايل شويه ناحيه الشمال اهو،
الأورطة في الشمال والكلى اليمين بعيد عنه، فبالتالي هنا الرايت رينال أطري بيكون أطول من الليفت وان، بخلاف الليفت رينال أطري بيكون شورت، بيبقى أقصر من الرايت. دي حتة مهمة جدا في الام سي كيو. تمام. طيب إيه كمان هنا؟ يبقى هي بتاخد من الرايت كارتيريا بلس سبلاي من الرايت من الأورطة عند مستوى لمبر 2، تحفظ الرقم ده، يعني بيطلع الشريان ده عند مستوى الفقرة القطنية رقم 2 لمبر 2، بيطلع هنا الرايت رينال والليفت رينال ارتري. هل بتاخد كمان، ممكن تاخد كمان شريان؟ احيانا في حوالي 30% من الناس، 30% بيطلع حاجه اسمها اكسسوري رينال ارتري، وده بيغذي لما بيروح في الابر بول او بيروح في اللور بول، يعني بيروحش في الهايلم، بيروح في الابر بول او اللور بول، وده في حوالي 30% من البشر. تمام. طيب الفينس درينج بقى بتاعتها بتتجمع هنا، الفينز بتتجمع هنا حوالي 5 أو 6 فين يتجمعوا ويكونوا عندنا الرينال فين الجهادي والجهادي، رايت رينال فين وليفت رينال، والاثنين بيصبهم في الانفيو فينا كيفا، بس هيبقى عكس الشريان. بمعنى هنا عشان الانفيو فينا كيفا ناحيه اليمين، فهتلاقي الرايت رينال قصير، مش محتاج يروح مسافه كبير، انما في الليفت بيكون اطول لان الكليه الشمال بعيد عنه، يعني هنا عكس خالص الشريان. واضح هنا ان الرينال فين الجهادي والجهادي هو الموست انتيريور ستراكشر زي ما قلنا، قدام يليه في الترتيب الرينال اطري، يليه اخر حاجه خالص الرينال بلفز اللي هو بدايه حوض الايه الكلى اللي بيطلع منه الحالب. وهتلاقي هنا كمان الرايت رينال الليفت رينال بيعدي ورا الليفت، بيعدي هنا اهو قلنا ورا الليفت رينال فين، وهنا الرايت بيمشي ورا الانفيو فينا كيفا، يعني له كورس هنا ورا الانفيو فينا كيفا، انه ايه زي ما قلنا لان المسافه هنا كبيره شويه، فبيبقى الشريان ده ايه طويل شويه. طيب الفاكتورز فيكس ذا كيدني ان ذا بوزيشن، رينال فاشيا، رينال فات، والنيبرنج فيزرا، الاحشاء اللي ايه اللي زي الاستومك والليفر، الحاجات دي كلها بتثبت الكليه في مكانها. والصح في اكتر حاجه برضه بتثبت مقلاش هنا كمان، اللي هي الفيزز نفسها، يعني رينال ارتري ورينال فينز اللي بيطلعوا من الاورطة او بيصبهم في الانفيو فينا كيفا، دول من ضمن الحاجات اللي بتثبت الكبني في مكانها. طيب تعال نشوف هنا بعض الاسئله كده على السريع وبعض الاجابات بتاعتها. سيلكت ذا انكوركت ستيتمنت اباوت ذا كيدني، الزي ار ميجور اكسكيوتيف اورجانز، صح تمام، موجوده في البوسي ابنورمال وول اوبوزيت لامب تي 12 تو لامب 3، تمام صح. ذير ابر بولز ار اباوت 5 سم فروم ذا ميد لاين، طبعا خطا لان الابر بول بيبقى قريب جدا على بعد 2 سم ونص فقط من الميد لاين، والهايلم بتاعها بيكون كروزد باي ترانس بيلوك بلين، كلام سليم. طيب one of the following muscle not related to the posterior surface of the kidney، واحده من دول ما لهاش علاقه خالص بالبوستيرو او بوستيرو ريليشن للكيدني، اللي هي مين؟ ترانسفيرس ابدومينس، لا طبعا موجوده، انترن اوبليك، السواس ميجور، كوادريتس، طبعا الانترن اوبليك ليس لها علاقه تماما بالبوستيرو ريليشن، كل دول واحد وثلاثه واربعه دول ورا مين؟ ورا الكليه. طيب الانتيرو ريليشن للليفت كيدني، الاستومك تمام، البنكرياس اوكي، ليفت كوليك فريكشر تمام، ليفت كراس اوف ديافرام، لا ده الديافرام بيقع ورا الكلى. طيب هنا بقى خروج الرينال ارتري بيطلع منين؟ ايوه بيطلع من اللامبر 2. طيب تعال نشوف هنا، لو واحد عنده رينال كوليك، الزبين از ريفيرد فروم ذا لوين تو جراين مينلي ثرو ذا سباينال سيجمنتس، حد كده هنا مكان الكلى فين بالتحديد؟ احنا قلنا الكلى بتبدا من تي 12 للامبر 3، يبقى هو ده هيبقى الممر او الكورس بتاع مين؟ او مكان الالم او الريفيرد بين او المكان اللي بيسمع فيه الالم. طيب الانتيريور ريليشن اوف ذا رايت كيدني انكلود رايت كيدني السبلين، هل السبلين له علاقه بالرايت كيدني؟ خلاص هي دي اعطوه كده، وانت اول مغمض او ما تشوف السبلين يبقى على جنب، السبلين في بيبقى قدام الليفت كيدني. طيب ذا فولوينج ار نوت انتيريور ريليشنز اوف ذا ليفت كيدني، نفس الكلام الليفر، الليفر هل له علاقه بالليفت كيدني؟ طبعا اول ما تشوف الليفر على طول يبقى هي الايه؟ هي الخطا، لان الليفر لا علاقه بالانتيريور ريليشن اوف ذا رايت كيدني. اد ريجارد تو ذا بوستيريور ريليشنز او ريليشن شيب اوف ذا كيدني وان انكوركت، طبعا دي قلناها خلاص بعد كده. طبعا السواس ميجور تمام، البنكرياس اكيد طبعا ملوش علاقه خالص بالبوستيريور ريليشن، لان البنكرياس بيقع قدام الايه؟ قدام الرايت كيدني. تمام الليفت كيدني. طيب ايه اللي موجود هنا في الهايلم؟ رينال فين انشيولي، صح تمام، رينال اتري انترميديت تمام، رينال بيلفيس بوستيرور تمام، ده كل الاجابه ايه؟ طبعا انترنال ستراكشر اوف ذا كيدني، اكسترنال مضله، انترنال مضله، طبعا المضله بيكون انترنال وبتكون الكورتكس
بتكون اكسترنال، يبقى الاثنين دول بي وسي هم الصح. طيب النورمال اندوبيكال بوزيشن اوف ذا كيدني وان از رونج لاترالي الهايلم اوف ذا كيدني، لا الكيدني الهايلم يبقى ميديالي، ميديالي الهايلم ده صح طبعا، سوبيرولي سوبر جلاند صح، سوبر جلاند سوبيرولي، البوستيرولي رينال بيلفيس تمام، البوستيرولي رينال بيلفيس طبعا هو الموست بوستيرولي اصلا صح تمام، والانشيرولي رينال فين صح. يبقى الخطا هنا فين؟ الخطا ان الميديالي اللاترالي الهايلم، لان الهايلم بيكون ميديالي. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، موفقين ان شاء الله.